أعظم مقاومة ممكن تستمر بالأجيال، ولا حدا يحسب إنه نحن نعمل تسليك، نحن نعمل فكر وفن، وهذا اللي بيزعج أكثر شيء أي حدا. مجرد إنه ضلكم عم تقاموا بالبسمة وبالضحكة وبالقوة، هو بيخلي العناد والشعب الأردني يكون مستمر وضل يكون شقيق ومناضل أيضا مع كل أشقائنا والبلاد العربية وخصوصا أهلنا بغزة. بدي حيي الوزيرة وبشكرها لمجيئها أستاذ أيمن وكل الموجودين معنا، وبعتذر إذا نسيت حدا، كلكم أهل وأحبة بنحبكم قد الدنيا. شكرا لكم. شكرا على هذه الأمسية الغنائية التي من خلالها خلتونا نسافر لعوالم كثيرة، عيشتونا الحب ومن جديد حسينا حالنا، انتعشنا من جديد. يعني شكرا، شكرا هبة توجي، شكرا على هذا الصوت الملائكي، شكرا أسامة رحباني، شكرا الفرقة الموسيقية، شكرا شكرا من كل قلب أردني، شكرا. مين بدو يداوي
للجروح. حتى أنا قد ما تتعجب، ناس مسمي وناس مزيت، فيك تتزلط فيك تتحجب، صيف وشتي على نفس البيت، بين الكنيسة وبين الجامع، دار صغير كل شي جامع، بطرس أحمد قري ولامع، سيرجو باش فاطمي ولوريا. اللي بيسكر قاعد بزاد المعسكر.